إلى موضوعنا الرابع مشاهدينا، ونتناول فيه الملف اليمني. ففي خطوة تصعيدية مثيرة، تظاهر أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا أمس الأربعاء في محافظة سقطرة اليمنية ضد القوات السعودية، وفرضوا حصارا على المطار الذي تواجدت فيه هذه القوات منذ أول أمس الثلاثاء. وتشهد محافظة سقطرة الواقعة في المحيط الهندي تصعيدا من قبل المجلس الانتقالي ضد القوات السعودية هناك. وأفاد مصدر محلي بأن المجلس الانتقالي المنادي باستقلال الجنوب دفع بأنصاره إلى بوابة مطار جزيرة سقطرة، ونصبوا خياما معلنين عن اعتصام مفتوح وسط هتافات تطالب بخروج القوات السعودية من الجزيرة. وأفادت مصادر مطلعة أن تصعيد مسلحي الانتقالي الجنوبي ضد القوات السعودية المتواجدة في المطار يأتي ردا على منع الرياض إقلاع طائرة إماراتية الاثنين الماضي من أبوظبي نحو الجزيرة، كان على متنها مسافرون من جنسيات مختلفة. واتهمت قيادات بالمجلس الانفصالي السعودية بفرض حصار على المطار من خلال إيقافها الرحلات الإماراتية الجوية إلى الجزيرة. وفي تسجيل مصور أكد رئيس الفرع المحلي للمجلس الانفصالي بسقطرة على استمرار الاحتجاجات المناوئة للقوات السعودية في محيط مطار الجزيرة. ولمناقشة هذا الملف مشاهدينا معنا عبر الهاتف محمد المقبلي الكاتب والمحلل السياسي. أرحب بك معنا أستاذ محمد. ماذا يحدث في سقطرة؟ هل لخصت لنا؟ مرحبا فيك. ما يحدث في سقطرة هو يعني منتهى الصراحة مرحلة يمكن تسميتها بمرحلة أفضل أصابع بين السعودية وبين الإمارات، وكل منهما يستخدم أدوات محلية. هذه الأدوات المحلية تطورت بشكل عسكري، ولا أتوقع أن يحدث تصعيد أكبر في جزيرة سقطرة على وجه التحديد. وهذا التصعيد الشخصي جاء عبارة عن رد لرغبة السعودية في أن يكون هنالك تحرير لمن شاءت بالحرب، ودعم جهود محافظة شبوة في المحافظات الشرقية اليمنية، وهي طبعا منشأة حيوية ومهمة جدا يتم فيها إنتاج الغاز. ماذا نتوقع من رد فعل سعودي أستاذ محمد؟ هل نتوقع شيئا من الرياض؟ هذا المتتبع لسياسة المملكة العربية السعودية لاحظ أنها تتصف بالبطء الشديد، لكني لا أتوقع أن يتم تجاهل هذا الأمر. أتوقع أن يكون هناك شيء ما، لكن كالعادة السعودية بطيئة دائما في أفعالها وحتى في ردود أفعالها، نتيجة طبعا التعقيدات الواسعة جدا في اتخاذ القرار السعودي وأنها الهيكلية الأساسية التي يتم اتخاذ القرار. لكن لن يمر هذا القرار في تقدير الشخصي، أو لن يمر هذا الفعل الإماراتي عبر المجلس الانتقالي في جزيرة سقطرة مرور الكرام. نعم، هناك من يقول هل السعودية قادرة على الحسم الفعلي فيما يجري في سقطرة أستاذ محمد، أم أنها لا تريد ذلك لاعتبارات العلاقة مع الإمارات؟ أنا طبعا أرجح أن يتم الرد بطريقة غير مباشرة كالعادة، يعني لكن الوقت لا يزال بدري على المواجهة المباشرة والعلنية على وجه التحديد، إلا إذا تراكمت النقاط التي يعني لدى السعودية تجاه الإمارات. فأتوقع أنه ينتقل الأمر إلى إعلان مباشر واضح، وبالذات أن بات من الوضع أن هناك تخاذل ما بين الإمارات وما بين أيضا ميليشيا الحوثي، لدرجة أن الأحداث التي في شبوة جعلت ميليشيا الحوثي تحرك عدتها وقواتها باتجاه المحافظة من ناحية نيجيريا في حال التي استعادها الجيش والمقاومة أمس الليل. نعم. فأتوقع أن يكون هناك ردة فعل، لكن لن يكون هناك مواجهات مباشرة وفق ترقية الشخصية. نعم، هذا الحادث ليس الأول من نوعه في جزيرة سقطرة أستاذ محمد. الكل يسأل يعني عنصر الحكومة، لماذا لم تتخذ الحكومة إجراءات لربما يعني الدخول وأن تصبح لاعبا رئيسيا في الجزيرة؟ أين الحكومة اليمنية؟ الحكومة في الفريزر إذا جزرنا التعبير. الحكومة اليمنية سلمت قرارها السياسي بالكامل للمملكة العربية السعودية. الحكومة لم تعد لاعب حتى ثانوي للأسف الشديد، لقد تم وضعها
في لفه الاحتياط واستخدامها كدستور تحت الاطار الشرعي، لكن ذات المتحكم بالمصير السياسي وكثير من القرارات باستثناء تقريبا القرارات الميدانيه والمحليه لبعض المحافظين، لكن القرار الكامل للحكومه الشرعيه اليمنيه للاسف الشديد اصبحت في لفه الاحتياط، وحتى لا يتاح لها يعني اتخاذ حتى بعض القرارات الثانويه للاسف الشديد. نعم. أختم معك بهذا السؤال، هل نتوقع مواجهة عسكرية مستقبلا داخل الجزيرة بين المحسوبين على أبو ظبي والرافضين لوجودهم؟ هل يمكن للأمور أن تتطور ل يعني اشتباك عسكري إنجاز التعبير؟ حسب الإملاءات التي جاءت من قبل اللاعب الخارجي الإقليمي على وجه التحديد الإماراتي للميليشيا التي تعمل بالوكالة للمصلحة، إذا ذهب بأن تذهب الأمور إلى غير رجعة أنا أتوقع أن يحدث مواجهة، لكن في كل الأحوال أنا أعتقد أن الآن يعني لن يندرج أكثر من كونه عبارة عن تصعيد، لكن إذا كان هنالك توجيه من الممول في أن تذهب الأمور إلى غير رجعة أتوقع أن يكون هناك مواجهات عسكرية، وأتوقع أنه وبالذات في حال أن تهورت الميليشيا مهاجمة القوات السعودية فأعتقد أنها سترد. نعم، كل الشكر لك أستاذ محمد المقبلي الكاتب والمحلل السياسي على وجودك معنا والتعليق ضمن مستجدات الملف اليمني. الشكر لكم موصول لمشاهدينا على طيب المتابعة. نذكركم بطبيعة الحال أنه بإمكانكم دوما متابعة البث المباشر لقناة الحوار على اليوتيوب، وكذلك التواصل معنا عبر منصاتنا الأخرى في السوشيال ميديا. أترككم في أمان الله.